علاج علاج الجهاز الهضمي بيتكلم كلها موجودة في حديث نبوي واحد بس، حديث عظيم رواه الترمذي ما ملأ الجمال دعاء شرا 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 بحسب ما آدم وفرمان لكل صلبة صلبة. فإن كان فعلا فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس. المعدة دي ما تملهاش كلها أكل، خلي تلت للأكل وتلت للمية وتلت للنفس. الحموضة الانتفاخ اللذات تجشم دهون الجلد الإمساك كوليسترول العالي كلها علاجها في الحديث ده. طبيب أمريكي في 2018 أسلم ولما اتسأل إيه سبب دخولك الإسلام أجاب لأننا لقيت في الدين الإسلامي الحديث ده ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس. بخصوص طبعا رمضان من اكثر الحاجات اللي هي بتتكرر كل سنه الحاله اللي بيسال عليها الناس اللي هي انا اوصفها بعد ما اكل بعد افطار رمضان يحصل لي دايما ضيق في التنفس ومش قادر ياخد النفس اضطرابات قلب سريعه مع طبعا احساس بالدوخه والخمول وزغلله في العين احساس ان هو عايز ينام ومش عايز يتحرك. الحاله دي اتوصفت في مجله الجهاز الهضمي والكبد الامريكيه في فبراير 2018 وسموها سكر نقص السكر التفاعلي. نقص السكر التفاعلي ده عباره عن حاجه موجوده في عائلات وعائلات، يعني هي مش كل الناس بيجي لها كده. في بعض الناس كده يقول لك انت يحصل لي كده فعلا في رمضان بالذات بعد ما يبقى مش عايز اتحرك من مكان. دي سببها بيبقى خلل في حرق الكوليسترول وحرق النشويات والكربوهيدرات. العلاج للحاله دي مش دواء ولا اقراص ولا حوارات. علاج الحاله اللي انا وصفتها دي هو انك تعدل في نظام غذائك. بمعنى ايه؟ في افطار رمضان ما يكونش الفطار وقت المغرب فيه نشويات او سكريات. يعني هتخلي فطارك مقسوم على مرحلتين، مرحله وقت اذان المغرب والمرحله الثانيه هتبقى بعد صلاه العشاء. وقت اذان المغرب مفيش نشويات ومفيش سكريات. بمعنى ايه؟ افطر بالميه بالبلح ماشي، مفيش عصير ومفيش مشروبات غازيه. الحاجه الثانيه مفيش نشويات، يعني مفيش عيش وقت اذان المغرب ومفيش مكرونه او شعريه او لسان عصير. هنأجل المجموعه دي احنا هننزل الشيخ في وقت اذان المغرب المسموح لك الميه والبلح السلطة الشوربة طبعا بأنواعها شوربة خضار شوربة عدس أي حاجة بس ما تكونش شوربة لسان عصفور أو شعرية. البروتين طبعا الفول يعني أي حاجة بس ما يكونش فيه عيش أو نشويات. بعد ما صلي العيش بقى ارجع أكل اللي أنت عايزه كمل بقى عيش نشويات مكرونة حلويات خلي تاكل البعض صلاة العشاء. لو طبقنا الحديث النبوي هتتخلص تماما بقى من الخمول ونشاطك هيرجع لك تيجي النفس مش هيجي جاي هتقدر بقى تنزل تصلي وتستعد للعشاء الواجب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي وحي. وبشكر يا شيخ احمد شكرا على دعوتك كامله.